برنامج قعدة رجالة الجزء الثاني بيقدمه لنا الفنان والمطرب أحمد فهمي والفنان أحمد فهمي والممثل باسل الخياط. البرنامج بيظهر لنا نماذج من الرجالة موجودة فعلا في المجتمع وإزاي بيتعاملوا مع الستات، زي مثلا نموذج الرجل العنيف وإزاي بيقدر يتعامل مع الستات وبيوضح إيه من سلوكياته وأقواله، وده اللي بيظهر من خلال استضافة فنانات من قبل مقدمين البرنامج أحمد فهمي وأحمد فهمي وباسل الخياط. برنامج قعدة رجالة عنده صبغة درامية مختلفة وهي الأولى من نوعها اللي بيتم تقديمها في مصر، عشان كده اللي بيقدم البرنامج هم مجموعة من الفنانين من جنسيات مختلفة ومش مذيعين. وبسبب اللي احنا قلناه برنامج قعدة رجالة بيحظى بشعبية كبيرة جدا ما بين الرجالة والستات، واللي بيستنوا حلقته من كل أسبوع عشان يشوفوا هيعكس ويناقش إيه من حياتهم اليومية. تقدروا تتابعوا برنامج قعدة رجالة الجزء الثاني كل يوم 3 الساعة 10 مساء بتوقيت EST على DMC. الجديد والتنوع هم أساس المتعة، وعشان تستمتع أكتر بتلفزيونك العربي اعرف أكتر عن ما يعرض على قنوات سلينج Arabic TV. كل اللي عليك اضغط على ماي تي في من حسابك الخاص على سلينج، ثم على جايد، ثم اضغط سلينج سنترال تشانل، واستمتع بالتوب 5 من الأفلام والبرامج والمسلسلات اللي بتتعرض على قنوات سلينج خلال الشهر، بالإضافة لرأي بعض المشاهدين لمحتوى مسلسلاتنا العربية، وكمان أشهى وألذ وصفات الأكل المشهورة في الوطن العربي، وهتعرف أكتر عن أفضل مميزات تطبيق سلينج، وكمان فيديوهات شرح تفصيلية عن طريقة استخدام التطبيق عشان تستفيد من كل الخدمات. سلينج Arabic TV، تلفزيونك العربي.